السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم غيكون قراءة في مذكرة وزارية خرجت اليوم 27 ماي 2022، وهذه المذكرة كتهم يعني بشكل مباشر الأساتذة، يعني جميع الأساتذة ديال السلك الابتدائي. إذا بالنسبة لهذه المذكرة فهي حول انتقاء الأساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج، يعني غيكون الانتقاء ديال الأساتذة اللي غيمشيو يقريو أبناء الجالية المغربية في دول أوروبية، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا وألمانيا. إذا غنشوفو شنو هما، يعني شنو جا في هاد المذكرة، شنو هما الشروط ديال الترشيح، وكيفاش غيكون يعني الامتحان سواء الكتابي أو الشفوي. غتبعوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير، وغتفهموا كل ما جاء في هذه المذكره، ونعرفوا كذلك شنو هو اخر اجل من اجل الترشح لهذه المباراه. اذا كما تلاحظون مذكره وزاريه، الموضوع ديالها كما سبق وذكرت مباراه انتقاء اساتذه لتدريس اللغه العربيه والثقافه المغربيه، يعني هاد الاساتذه اللي غادي ينجحوا في الاخير غيقريو اللغه العربيه فقط والثقافه المغربيه لأبناء الجالية اللي كاينين في الخارج. إذا بشكل مختصر غندوزو، إذا هنا عندنا أن هذه المدة اللي غيقضيوها الأساتذة هي مدة أقصاها 4 سنوات، يعني يقريو فقط 4 سنوات ثم يرجعوا لمقر العمل ديالهم الأصلية اللي كاين هنا في المغرب. إذا بالنسبة للمناصب، فعدد المناصب هي 218 منصب موزعة على هذا الشكل. بالنسبة لفرنسا كاين 139 منصب، إسبانيا 60 منصب، بلجيكا 16، ثم ألمانيا 3. إذن راه كاين حظوظ وفيرة هنا في هاد المناصب. إذن السؤال اللي كيطرح هنا، شنو هما الشروط؟ واش جميع الأساتذة يمكن لهم يدفعوا لهاد المباراة أو لا كاين شروط؟ إذن بطبيعة الحال هناك مجموعة من الشروط. إذن أولا بالنسبة للشروط، يشترط في المترشح أن يكون أستاذا رسميا للتعليم الابتدائي المزدوج. اولا الاستاذ خصو يكون كيقري التعليم الابتدائي، وخصو يكون رسمي مرسم، وبالتالي هنا فالاساتذه ديال التعاقد يعني فهما غير مؤهلين لاجتياز هاد المباراه، يعني خصهم يكونوا مرسمين، فهم خصهم يدوزوا التاهيل المهني، ثم من بعد يمكن يكونوا مرشحين او مؤهلين لهاد المباراه. انا فقط كنقرا شروط ديال المباراة. دونك من بعد عندي أن يكون هذا الأستاذ مزاول لمهام التدريس بكيفية منتظمة لمدة لا تقل عن 6 سنوات. إذن كيطلبوا أن المدرس أو الأستاذ يكون على الأقل كيقري 6 سنوات انطلاقا من يعني من تاريخ توظيف، يكون كمل 6 ديال السنوات إلى حين إجراء هذه المباراة. يعني بالنسبة اللي عنده 5 ديال السنوات، 5.5 بحال يعني الاساتذه ديال 2016 و2017، فراه ما غاديش يتمكنوا انهم يدفعوا لهاد المباراه، لان ما كيستوفيش هاد الشروط، هاد الشرط الثاني ديال 6 سنوات. بالنسبه للمرتبه هنا، يعني يكون في السلم 10 والسلم 11. بالنسبه للسلم 10 الدرجه الثانيه، هناك كذلك ان يكون يعني بالغا من العمر اقل من 46 سنه، يعني اللي فايت 46 سنه راه ما يمكنش ليه يدفع. حاصل على الاجازه بطبيعه الحال، يكون حاصل على دبلوم التخرج من مراكز التكوين تابعة لقطاع التربية الوطنية، يعني الدبلوم اللي كيعطيوك فاش تسالي ديك العام ديال التكوين أو العامين. يكون متقنا لغات بلد التعيين، مثلا بغا يتعين في فرنسا يدفع لفرنسا خصو يكون كيتقن اللغة الفرنسية، إسبانيا لإسبانيا، ألمانيا لألمانيا كذلك، أو نفس الشيء بالنسبة لدولة بلجيكا. متمكنا من استعمال التقنيات الحديثة، متوفر على جواز السفر مدة صلاحيته 12 شهر، ألا يكون قد اتخذت في حقه أي عقوبة تأديبية طيلة مساره الدراسي، يعني ما يكونش أنه اتخذت من حقه عقوبات أثناء مزاولة هذا العمل. إذا هادو هما الشروط ديال الترشيح. بالنسبة الآن غنمشيو للملف، الملف كتكون فيه بطاقة الترشيح، راه غادي نشوفوها في الآخر ديال المذكرة. بيّن الخدمات لست سنوات يثبت أن المترشح كان يزاول العمل ديالو، وهذا البيان بطبيعة الحال غيكون في الإدارة. نسخة من الدبلوم اللي قلنا اللي كيجيبوه مراكز التكوين،
نسخة من شهادة الإجازة ونسخة من آخر قرار ديال التفتيش. بالنسبة لآخر أجل لإيداع الترشيحات بالمؤسسة هو 13 يونيو، يعني فاش غتجمع الدوسي ديالك آخر أجل هو 13 يونيو، غتحطه في الإدارة ديال المؤسسة، حيث أن المدير هو اللي غادي يرسل هذا الملف، هو اللي غادي يوصله إلى الجهات المعنية. إذا الملف كيترسل عبر طريق السلم الإداري، يعني المدير هو اللي كيدير المديرية، والمديرية من بعد إلى الأكاديمية. وآخر أجل هو 15 يونيو، إذا المترشح وذلك في أجل أقصى 15 يونيو. دونك 15 يونيو هو آخر أجل ديال يعني اللي بغى يدفع لهذا المباراة. بالنسبة للإعلان غيكون 18 يونيو. وبالنسبة للاختبارات فراه كاين اختبار كتابي واختبار شفوي. بالنسبة للكتابي كيكون الاختبار في مادة اللغة العربية، واختبار في الثقافة العامة المغربية، يعني تاريخ المغرب ومجموعة ديال الأمور اللي كتهم المملكة المغربية، المعامل راه نفس المعامل. والتاريخ المباراة غيكون في 25 يونيو كما تلاحظون. بالنسبة لاختبار اللغة العربية راه يكون في ساعتين، والثقافة العامة كذلك ساعتين. من بعد فاش غيدوزو الكتابي، يعني الناجحون غيدوزو كذلك الشفوي. بالنسبة للشفوي المعامل ديالو 3، والكتابي 4، ونقطة غتبقى ديال الرئيس المباشر، والتفتيش يعني غالبا ديال المدير وديال المفتش. وأخيرا يعني سوف يتم الإعلان عن الناجحين في هاد السيت ديال وزارة التربية الوطنية. دونك هذا كل ما لدينا في هاد المذكرة اللي كتهم تدريس أبناء الجالية. دونك هاد البطاقة ديال الترشيح هي اللي غادي يعمرها المترشح ويديرها في ملف الترشيح ويجهزها بطبيعة الحال ويديرها في ملف الترشيح ويدفعها. دونك هذا ما لدينا في هاد المذكرة. إذا كنتمنى التوفيق للجميع، واللي كيعرف شي أستاذ توفت فيه هاد الشروط يطاقي هنا او لا يصيفط لي هذا الفيديو، او لا يخبره انه راه كاينه مذكره ديال تدريس ابناء الجاليه بالخارج. وكنتمنى التوفيق للجميع، وموعدنا فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.